عزيز امين سوق الحبوب مدينه الدار البيضاء. بالنسبه للسوق، السوق الحمد لله الامور غاده مزيانه، السلعه متواجده بكثره، العرض كثر من الطلب الحمد لله. بالنسبه ل احنا ما ندويوش على رمضان، لان رمضان كتكون فيه الامور شويه بسيطه، كتولي الامور ديزه عاديه. رمضان هو هذا كيدوز شويه بارد. بالنسبه لشعبان حتى هو داز الامور شويه على قدها، ما داز داك شعبان اللي مولف كيكون بحكم الجائحه ديال كورونا المرض وهذا، داكشي التاثير من السنه الفارطه كاين تاثير لحد الساعه الحمد لله. الاقتصاد هو بصفه عامه، الاقتصاد بالنسبه للمغرب راه عامه والقدره الشرائيه شويه ضعفت الحمد لله. على كل حال المهم الامور بالنسبه للشعبان راه دازت شويه ضعيفه، اللهم لك الحمد. بالنسبه لرمضان حنا عندنا بالنسبه لرمضان كيكون معروف بان في الشعبان كتكون الامور ديزا مزيانه، في رمضان كتولي الامور كتقل القطنيه كتقل الطلب فيها وكيقل شويه الاستهلاك ديالها، لان الناس كتاخذ ديك الكميه اللي خاصها تقريبا في شعبان. في رمضان كتبقى اللي خاصها شحال كيبقى ياخذ، كتبقى الامور غدا بشويه. هذا هو الاجواء ديال رمضان عندنا في السوق هنا. وبالنسبه للجائحه الله يعافينا والله الله يلطف بينا، الله يحيد عنا هذا الوباء ان شاء الله، نتمنوا من عند الله سبحانه. كاين تاثير، وتاثير كما قلت في الاول على الاقتصاد ديال المغرب عامه، كل شيء كاين تاثير. ملي كتكون تاثير ديال شي اقتصاد كل شيء كيتاثر. بالنسبه لنا الاقتصاد شاد في بعضياته، بالنسبه للناس اللي كتكون كاين بعض الناس اللي فقدوا الشغل ديالهم، كاين بعض الناس اللي ما خدامينش الله يحسن العون، كاين اللي غير كيعدي كاين هذا كله، واش الله يحسن العون، لان من تما كيكون التاثير على القدره الشرائيه في جميع الميادين. بالنسبه لنا حنا عندنا كان عندنا تاثير ديال هذا، وباقي التاثير كيبان لحد الساعه الحمد لله. ونتمنى مع الله يرفع لنا الذوبه، ونتمنى الله عام زين ان شاء الله. ملي كتكون النقص بالنسبه للخدامي، بالنسبه للناس اللي خدامين هذا كيكون نقص، ملي كتكون نقص وكتضعف الله يحسن العون، هذا راه كتضعف القدره الشرائيه بطبيعه الحال. فقدوا الناس الشغل ديالهم، بالنسبه راك عارف ان بالنسبه للحمامات تقريبا سنه هما سادين، بالنسبه دابا للمقاهي بالنسبه للمطاعم هما سادين، دابا كانوا كينتعشوا شويه في الليل سادين، ولكن الخدامه عندنا وداك الشيء كيبقاو، ان الانسان كيدعى القوت اليومي ديالو. هذا بالنسبه لرمضان معروف بان الحركه كتكون فيه شويه عيانه، كتكون الامور غدا بشويه بلاتي الحمد لله. على كل حال بالنسبه لهذا السنه الحمد لله الامور دازت مزيانه. بالنسبه للامطار الخير كانت دازت في الوقت ديالها، دازت في الاوقات ديالها فين كانت ملفه، فين كانت تصب وكتكون الامطار الحمد لله دازت الامور مزيانه بالنسبه للصابة. وهذا العام ان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله باذن الله، نتمناو من عند الله سبحانه. ما بحال العدس الجديد راه تبارك الله جا في شعبان، السماء هذه المنطقه ديال واحد النوع ديال العدس كيقولوا ليه فتحه، انها مزيانه جات راه كاينه دابا نيت في السوق راه كاينه، انها وجدت تقريبا واحد 15 يوم في شعبان تقريبا، قبل رمضان كانت موجوده ماشي بكثره، ولكن كيصيفوهم بكري هذه المنطقه ديال العبده، يكون عندهم الصيف وهي الاولى كتكون سباقه للدخول للسوق، ومزيانه الحمد لله اللهم لك الحمد. بالنسبه لهذه السنه غادي يكون الامور مزيانه لكم الله ان شاء الله. كلمه اخيره وكلمه اخيره نتمنى من عند الله سبحانه ان يرفع لنا هذا الوباء ونعيش حياه طيبه ان شاء الله، ويرجعوا الناس للخدمه ديالهم والامور ترجع كما كانت. نتمنوا من عند الله سبحانه ويرجع الاقتصاد كما كان والكمال على الله سبحانه، اللهم لك الحمد. وانا كناكلوا مالو كناكلوا مالو الوقت هي انا شويه كيدوز هاد الجائحه ديال كورونا، لا ما حنا فايت ما حنا بزاف ما حنا بالطريق ما حنا في حاجه مثلا نقول لنا محبوسين هاكا نعدي وصل. استفدتوا شي حاجه مع الدوله؟ ها؟ استفدتوا شي حاجه مع الدوله؟ ايوا واش غنديروا؟ يحكم فوق حكمنا، نحن صابرين كيف الرجله.
حسوش الخدمة، الخدمة ما حسوش. ولا يقول لهم حبوشة، احنا كان خلفوشة. بحاجة ما كانت مقودة لينا. دابا شوية 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 دابا مع شوية الوقت. عقابا فينا. شوية شوية، الوقت فاعل أنا شوية ناقصة. الحمد لله. سنة ناقصة الحمد لله. الله يرفع علينا هذا الوقت. آمين يا رب العالمين. الله يكون العام زين. طلبوا الله يكون شهر الأمور. ورحنا كان منه الله يفرج علينا. بعشرة والو، ما كاينش البعشرة، الصلاة طايحة، الناس يتخطاو وتخطاو، كيجيو الصلاة ما كاينش البعشرة مرة، حركة عيانة، الوقت والو، ولا غير خطي اللور، ما كاينش، كاين والو، حتى حاجة، جائحة والطرقان وهدا، وموصلت والو. الناس كاملة، الناس واقفة، ما كاينش الخروج، ما كاينش الرواج، ما كاينش في الحبوب مزيان. الحمد لله الحمد لله، كل حال فلاحة زوينة، تكون زوينة الحمد لله، تكون زوينة خص ليا، تكون خص لي يشريو، تحلونا فين نخرجوا بالسلعة، راه ما كنخرجوش والو، حيدنا الوباء وكل خير الحمد لله عند الله تعالى. الحمد لله كاين الحمد لله، كل شيء موجود الحمد لله عند ربي تعالى. الحمد لله كريم عظيم، وتسرح امور قلبي عشرة، والرواج الحمد لله باش مسكين يتحرك، والخدام يتحرك، وكل شيء يتحرك، ماشي دابا يحبسوك داك يبقى بلا ما بحركش، الخدامه ما محركش، ملقى ما محركش، ريستوران ما محركش، الدنيا حابسه، الدنيا غادي خاسره، ماشي خاسر الحمد لله، وشي خصو يكون حل هذا الشيء الحمد لله. الألاش الحمد لله، الله يحفظ علينا الوباء وهذا وجائحة، وكل الحمد لله على خير، كل شيء على خير الحمد لله. وخصنا يحل المشكل ديال الطرق وداك الشيء، وكيران ما يحبسوا، البلاصة كانت ب 70 درهم 60 درهم ولا 30 ألف فرانك 35، هذا راه ما يمكنش، كان كيحبس ليه يتسمصر فيه، يقولوا خارج مع الوحده، بقى حتى الخمسه العشيه حتى السته العشيه، ينزل في الخلا، خلطوا عليه يقولوا ما كاينش، فين غادي، ممنوع تخرج، ممنوع هذا، فين غادي في هذا الليل وكذا، هو تحط الكار حطوه في الجوج ليل وحده فيها يمشي، ما يمكنش سيدي شادو من الكار يقولوا خارج مع 12 النهار ويخرج حتى الخمسه العشيه، راه ما واش، راه الترونسبور ما واش، راه ما كاينش. الناس راه كتحصر، الناس راه كتبقى غادي يرجل، الناس راه غادي كتبقى غادي تسالع في الليل، ما يمكنش هذا، مستحيل هذا، والله يزعلنا هذا الوباء، الله يسر سيدنا. الحركة عيانة، والحركة ناقصة. دابا السلعة ترجعوها. نرجعوها. البيع والو. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.